نروح لفريق اخر داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، هو فريق 2006، فريق اللي بيضم مواهب كبيره جدا هنسمع عنها خلال الفتره القادمه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي. نروح نشوف التقرير ده مع فريق 2006 ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بدأنا الموسم كنت بادئ مع فرقة 2008، الحمد لله خدنا بطولة مهمة جدا اللي هي بطولة زد. الحمد لله بعد الدوري ما توقف بتاع براعم حصل شوية تغييرات في قطاع الناشئين. كابتن سيد غريب مسك 2001 وأنا توليت المهمة بعده في فرقة 2006. الحمد لله ثقة كبيرة من الكابتن خالد ومن الخواجة، الحمد لله رب العالمين إن شاء الله نكون قدها بإذن الله. فضل من عند ربنا أولا طبعا، والحمد لله الواحد بيجتهد عشان طول ما أنت في النادي الأهلي أنت تحت ضغوط، فطول ما انت في النادي الاهلي انت بتحاول تثبت نفسك كل سنه زي اللعيب بالظبط اللي موجود في النادي الاهلي. احنا بنكلمهم بنقول له انت بتحاول تثبت نفسك لان انت بتتقارن بلعيبه ثانيه وفي لعيبه ثانيه عينيها عليك. كذلك برضو المدربين، انت محطوط تحت ضغوط، مدرب النادي الاهلي طول الوقت محطوط تحت ضغوط، لو خدت بطوله ده شيء عادي بالنسبه للنادي الاهلي، يعني لو ما خدتش ده بقى اللي مشكله بالنسبه لك. فمدربين النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي دايما تحت ضغوط، فربنا يقدرنا ان شاء الله باذن الله ونبقى تحت قدر المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. هو التوقف ده بس هو هيعمل لنا مشكله في حصه المباريات، وبرده ما بنلعبش ماتشات وديه كتير، فعبال ما تيجي وتخش في الجيم يعني في الماتشات بسرعه فهتبقى صعبه الحته دي. احنا ما كناش حاسين بفرق والله، لان كان كابتن اسامه دايما يقول لنا ان احنا بنتدرب عشان في هدف للدوري هيرجع، ودايما كان يدربنا ويقول لنا ننزل التدريب زي ما كنا بننزل ايام الدوري ونكون مركزين. يعني هو اول حاجه بحب اشكر كابتن سيد غريب اللي كان معانا، كان ماشي معانا موسم في اول الدوري ماشيين اول مجموعه وشغل هايل الحمد لله يعني. وبعد كده كابتن اسامه زكي جه اهوت معانا، بس لسه ما لعبناش مطوشه كتير، بس هو ماشي معانا في فتره التوقف كتير ماشي يعني شغل حلو قوي وبحب اشكره. كابتن اسامه زكي دايما بيدينا طاقه ايجابيه ان احنا نبقى كويسين على طول، قال لنا فتره التوقف يعني ما تهزش فينا حاجه، ولا ان شاء الله يعني اول ماتش نبتدي بدايه كويسه لماتش الزمالك ان شاء الله.